طيب لحد طبعا طيب. كريم منيسي والقامه الكبيره طبعا الاستاذ حامد عز الدين معانا طبعا واحد من رموز النادي الاهلي الحقيقه كابتن محسن صالح، بعيدا بقى عن التايتل وبعيدا عن التاريخ الكبير، رمز كبير من رموز النادي الاهلي في الاداره وفي الرياضه، واكيد النهارده كمان يوم طيب ويوم تاريخي جدا للنادي الاهلي، ما بنشوف وضع حجر الاساس النهارده للحلم الكبير لملايين الجمهور النادي الاهلي. هناخد كل الامور دي من كابتننا كابتن محسن صالح، برحب بيك ورمضان كريم عليك. لحظات تاريخيه كابتن محسن النهارده الحقيقه للجميع، النهارده للصغير الكبير للناشئ للاعب الكبير لكل الادارات، اليوم النهارده بيمثل لك ايه وبتشوف النهارده الخطوه العظيمه من النادي الاهلي النهارده بوضع حجر الاساس، بتشوفها ازاي كابتن محسن؟ طبعا في البدايه اهني كل الشعب المصري بشهر رمضان والاهلاويه على وجه الخصوص، واتمنى إن شاء الله كل خير للشعب المصري وللنادي الأهلي وجماهيره وكل إداراته. طبعا حدث تاريخي بالنسبة لنا، نتشرف بالتواجد فيه لأنه احنا بنتكلم على تاريخ هيفضل التاريخ يذكر تاريخ بداية العمل في إنشاء استاد النادي الأهلي أو تاريخ الإنشاء أو من حضر في الإنشاء، فأنا فخور أن أكون موجود في هذا الحدث أنا وكل الزملاء سواء مدربين أو إداريين أو إعلاميين أو أعضاء حتى مؤثرين في النادي الأهلي في هذا الافتتاح، ونتمنى إن شاء الله النادي الأهلي من نجاح إلى نجاح ومن إنجازات إلى إنجازات أخرى قادمة. بأشكر كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة على الحث على انهاء هذا الانجاز بالشكل اللي كنا كلنا بنتمناه، وان شاء الله يعني طالما انه نبدا اليوم يبقى الايام هتجري باذن الله وحنحضر باذن الله افتتاح الاستاد بمباراه عالميه بين النادي الاهلي وفريق عالمي ان شاء الله. دور مهم جدا كمان من مؤسسات الدوله الحقيقه اللي بنوجه لهم الشكر والتقدير الكبير جدا، لان يمكن كان في بعض العقبات وبعض الموافقات وبعض الامور دي، لكن بالدور الكبير اللي بيقوم بيه طبعا سواء طبعا القياده السياسيه بالكامل على الرياضه ودفع بالرياضه ودعم الرياضه، بكيف ترى هذا الامر مع نادي الوطنيه النادي الاهلي ان احنا نشوف التعاون الكبير والمثمر اللي مش غريب عن الدوله المصريه. طبعا حدث إنجاز كبير زي ده محتاج قرار كبير، يعني كل الأندية تتمنى أنها تنشئ استادات، لكن طبعا لابد من مساندة الدولة، فالدولة ممثلة في رئيسنا عبد الفتاح السيسي لا تدخر وسعا أو توفر مال لجهات أخرى، هي مؤمنة تماما بأنه الرياضة هي من أهم العوامل في بناء الشعوب، وأنه الرياضة لما تستثمر بيها في استثمار ناجح 100%، لأنك أنت بتعد جيل جديد، جيل يتسم بالروح الرياضية اللي هي شعار الرياضة في العالم كله، وبالتالي فبتضمن أنك تنتج أو تحصل على مواطن صالح من جميع الوجوه. نشكر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على موافقته على بدء في هذا الإنجاز، ونشكر طبعا رئيس الوزراء ورئيس ووزير الشباب والرياضة وكل المسؤولين حقيقة اللي هم أعطوا موافقات على البدء في إنشاء هذا الصرح الرياضي الكبير. شكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا. أشكرك. شكرا جزيلا. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للقامة الكبيرة طبعا كابتننا كابتن محسن صالح طبعا على هذه التصريحات، ومنتظرين بقى باشمهندس عزي أستاذ إبراهيم أستاذ حامد عز الدين، منتظرين بقى إن شاء الله اللحظات الحاسمة والحلم الكبير وأولى خطوات تحقيق الحلم هو وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي هنا بالشيخ زايد. لكن في هذه اللحظات عودة مرة تانية للاستوديو، تفضل الكلمة لكم.